رجعناكم من جديد في اخر جزء من حصتنا اليوم في زون ميكس، وتقريبا قرار تاريخي وصادم للناس الكل منذ قليل يعلن المكتب الجامعي بايقاف وتعليق نشاط هلال الشاب. اكيد الصراع بين الهلال والجامعه مازال متواصل، وياخذ منحة اخر تقريبا اليوم ديسيزيون دون تعليق. الحقيقه باش يعلق عليه نخلي فماش خير من السيد توفيق المكشر للتعليق على الديسيزيون هذا. توفيق اهلا بك. اهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعينا معك. مرحبا. دونك انا وصفته قرار صادم، ظهر لي كلمه تكفي هكا ولا ما تكفيش الديسيزيون هذا سي توفيق؟ والله كيما نقول لك انا ما نجمش يكون هذا قرار صادم، خاطر هذا قرار نتاع تعرف معناها قرار نتاع ناس يجيك نهار سبت توا خمسه غير ربع معناها بلاد واقفه احنا عندنا يعني فيهم ربي ناس محتقنه ربي مسكره، يجي يبطك يقول لك احنا شنا مش باش نخرط العقوبات احنا كل يوم كل يوم كل يوم يبعثوا لنا، اليوم يجي يقول لك مش باش نخرط احنا موافقين معاه الدوله هذه دوله سواد الجري، احنا لا عندنا لا رئيس حكومه لا عندنا رئيس دوله لا عندنا ما عندنا شيء، اليوم عندنا سواديه يحكم فينا احنا الشاب يلزمنا نسكروا الشاب معناتها دون لو سونس نعتبر روحنا ما عادش موجودين احنا على الخريطه هذه، ومبروك على السواديه الجمعيه الكل ما عادش جمعيه لا محاله، كيف هو يقبل الشيء هذا والمكتب اللي قاعد يتفرج فيه ولا موجود معاه يقبلوا بالقرارات هذه وعلى الدنيا السلام. ما نعرفش انا سيد رئيس الحكومه وين موجود، الوزير الرياضه وين موجود، سيد رئيس الدوله فين موجود، السيد هذا نحن الجمعيه الوحيده اللي خالصه معاه، البارح قابل رئيس الجمعيه قسطت له في مليار ونحن ما سالناش فلوس، احنا خطايا 180 الف دينار عملهم من 20 سبتمبر قسطت لهم في اخر شيء في احنا بعثت له البارح عند منافس قلت له عندك فلوس اذا عندك مثال ما فاتناش عندك فلوس تلبس عم جاي عندك فلوس خليهم عندك كيما تعطي في الشيكات تعطي فلوس الناس هذوما مش تحب تستخدم الخريطه ما تنجمش ما تنجمش الا هي اقوى وتجبر بالطريقه هذه نهايته راهي قربت ونهايته قربت مش معناها مش تخرج مش بلا بتتفرج معناها ما يصيرش عيب اللي تعمل فيه تعمل مع طريق مكسر عندك حاجه اي تعمل معايا اما تعمل مع جمعيه كيما هكا طالعه معناها من عامها الاول والثاني والثالث ومنظمه وتفرعس فيها وملعبيتها اخي ما عندهاش هي ناس ما عندهاش ناس تو ما عندهاش دي سالير ما عندهاش ملعبيه اونجاجي ما عندهاش دي كونترا وين هذا كل ما خممتش فيه انت كمكتب جامعي جاي متصدر في الفوتوين نتاعك وتقول احنا جماعه ريم مش تلعب سنا مش تلعب عندك هي في دارك ولا مش تلعب عيب ما نجمش انا تو سامحني اكثر من هيك مش مستانس هذا باش تكون متشمس هذيك هي راه انا رايي تو حتى تو صدر القرار يقول اللي واحنا ما نستغربوش فيه نستسمحك سي توفيق حاول تبدل شويه مكان خاطر ظهر لي ريزوما وش ولا بد بحثك لو كان تحاول تبدل شويه البلاصه يس بارامون قص مشكل في الريزون حاولوا عاودوا نتصلوا بالسيد توفيق المكشر رئيس هلال الشابه. منذ قليل المكتب الجامعي اعلن تعليق نشاط هلال الشابه بصفه نهائية. أكيد ديسيزيون تصدمت، أنا واحد من الناس شخصيا صدمني القرار، الخلاف نعرفوه الناس الكل بين الهلال ورئيس الجامعة، لكن باش يوصل للمنحة هذه ظهر لي الأمور ولات خذات منحة خطيرة شوي. راهو معنا من جديد سي توفيق، سامحني قصت عليك، تفضل سي توفيق. سامحني أنا في الريزو ولا غالب في الطريق. إيه احترم الناس، قولوا احترم الناس، احترم المواطنين، احترم الشعب التونسي، احترم الجماهير الرياضية، احترم رياضتنا البرة الصورة البرة هذيا محمسين للطاز غدوة في محمد مدري، احترم العباد على الأقل، احترم الناس اللي تغزر لك، تطلع غدوة في البلاتو التلفزيون باش تتكلم، شو عندك ما تقولش، عندك ما تحكي، شو عندك الجماهير الوحيدة اللي عندك مريقلة، الجماهير الوحيدة اللي يتكلم يقول أنا جماهير مش مقلقتني، اليوم تجي تقول جماهير هذيا ما تنجمش تكون موجودة، جماهير هذيا رئيسها لازم يتعاقب عمين، الجماهير هذيا لازم يتعاقب الكاتب العام تاعها عمين 40 مليون، موان سي بوان، شنو ناوي أنت باش تحطها في الحبس؟ اكثر من هكا سبحان الله اخي اقوى من رئيس حكومه احنا عارفينك لو اذا كانت تحب تساهر الناس كل كونك بالحق اقوى من رئيس حكومه ورئيس دوله يا اخويا هكا تو نحطوا لك مش نحطوا لك تمثالك احنا في الشابه هنا احنا مش نحطوا لك التمثال نتاعك في الشابه في لونتري في الخروج مش نحطوا لك التمثال نتاع سواديه هذا يا دعوه رئيس الحكومه ودعوه رئيس الدوله باش يوقفوا السيد هذا السيد هذا غلط في روحه وغلط في الدنيا معناها سبحان الله فما جماهير رياضيه فما ناس وفما سلطه في البلاد هذه ما يحقرش الناس ورؤساء الجمعيات اللي قاعد تفرج مش مشكلة اليوم صار يعني الشاب فيقوا على رواحكم انتم تفيقوا تصفقوا هناك كامل وزير الوقت القذرة فيقوا على رواحكم اللي تون باش تفيقوا على رواحكم. الخلاف شخصي ولا ذا برامون بينك وبينك ولا هكا بالطريقة هذه سي توفيق؟ يا خويا خلاف اللي بيني وبينك انا قلت منسحب من الكورة هاني خليتها لك واسع وعريض. احنا حبينا نسحبه قبل قال لك لا ما تنسحبش انت انا نعمل لك عميل نعرفه عميل انت ما تنسحبش انا نعرفه عميل ونعم باش تطلع انت مطرد معزول ما تنجمش تنسحب لا انت ولا سي صابر باطاي
ونعمل لكم موان سي بوان في شكل من هكا عمرك ريت العقوبات هذه في تاريخ كرة القدم التونسية ماهيش موجودة ما صارتش ما ينجمش يكون ما فماش خلاف وشنو الخلاف خلاف احنا انتقدناك انا ناكد لك كان جاء السيد هذايا كان جاء رئيس حكومة ولا جاء عنده الامكانيات الاخرى تو يحطنا في الحبس تو اكتيوالمون انا في الحبس غريبة معناتها يمشي يحل يشوف دوسياته هاكي الناس كل حلت عليه ما تجيش اليوم باش تشمت وتشفى في جمعية نتاع كورة ما تصيرش عيب كيفاش تقبلتوا سي توفيق القرار؟ كان عندكم علم به من قبل كان فما تسريبات؟ والله ما عندنا حتى تسريبات وما عندنا حتى علم ومنستغربوا حتى من علم اول مره فايته بعث لنا قال موان سي بوان وايقاف وقال هو معنا التزام المكتب الجامعي هو وقت يحوس في يحوس مشى مع الفيينا قاعد عنده مكتب جامعي ومكتب جامعي وين؟ في حسن في الجربه كل حد عنده في بلاصه عنده كاتب عام يعمل له تليفون يقول له هبط قرار عنده مكتب جامعي وقاعد يجتمع وقاعد يقرر مو عنده الكاتب العام يقول له هبط يا وجدي يكتب يا وجدي هبط يا وجدي هذيك هي معروفه نحن نعرفوها عيب معناتها هيك الكامل يسير فيه وديع الجري زحت خلى عنده 10 سنين كره قدم كي شكون جاء من بنجردان يلزم فيه قرار روحه كي جاء من بنجردان كيفاش تخلى المكتب الجامعي هذا اليوم وين اليوم سي وديع وين اليوم سي وديع واش عنده سي وديع ماذا بينا نشوفوه الشيء هذا يفيق ويمشي يشوف ويراجع روحه ماذا بينا نشوف روحه في المرايه تو بعد قرار الساعه هذا وبعد الديسيزيون عملها وانا نحملوا مسؤوليه في الشيء اللي مسير في الشاب الكل نحملوا فيه مسؤوليه هو المسؤول الاول والاخير انا يعني خرج منها نحملوا فيها مسؤوليه نتحمل مسؤوليتي مشكلته ما عادش معي انا ولات مع جهه كامله ومع ولايه كامله نتحمل مسؤوليتي قاعدين نحكيو معك توفيق وقاعدين نثبتوا في الديسيزيون قاعدين يهبطوا حتى توا تباعا ظهر لي الامور بشكل رسمي ظهر لي وليت ثم دوله براج باش تصير فيها حملم فيها جي اس كا فيها كذلك سيدي بوزيد وقرار في القفصه التعويض هذا الشاب في الموسم القادم بصحته يعني خطك يحكم هو في الدنيا كل خليه يعمل اللي يحب هو خليه يعمل معنا حتى مشكله مبروك عليه خليه يعمل يا خويا اللي يحب هو يعمل شحال من جاوبك انا اكثر منك عندي تقرا في القرارات انا شحال من جاوبك عليهم القرارات هذيك هي قراراته يا خويا خليه يعمل اللي راه هو صالح خليه يعمل مبروك عليه اذا كانت الدوله ملكه وهو اقوى من السلطه ومن الدوله احنا يا خويا مبروك عليه واحنا مش نعملوا في دخله الشابه مش نعملوا تمثال سي وديع يقعد سي وديع هو اخويا هكا احنا معناها بلاد كامل عمل فينا كم حبوه مبروك عليه صح عليه ما فماش علاش كان يحب منه فلوس ما يسيبش ما يحبش منه فلوس سيد هذايا كان طلبنا منه حاجه فافير ما طلبنا منه حتى شيء طلبنا باش يتصرف معنا كجمعيات اخرين حقنا هذايا ومش وما فماش ماشي مسيبه فما محكمه اداريه وفما فما التاس وفما الدنيا كله هو يعرف كونه حتى الاحكام الاخرى مشينا بها للتاس وهذا كان مقلقه شنو الخطوه باش تعملوها في المستقبل سي توفيق؟ والله الخطوه ما عندنا حتى خطوه تو عندنا ان شاء الله باش نشوف البيرو نتاعي باش نحكي معاهم عندنا ندوه صحفيه تو نعطيو فيها باش نعملوا الدنيا الكل والسلام والعافيه باش نعيطوا محامين وتو نشوف اذا كان البلاد نتاعو وملكه مبروك عليه احنا بيدنا وقتها صح عليه وياخذ كوره وياخذ يعمل هو يعمل اللي يحب مبروك عليه يا فرحة انت معناها اليوم اذا تصور انت جمعية خبرينا فرحانين ياسر باش يجيو يعملوا لك دورة كيما هكايا باش يشدوا بقعة جمعية اللي هي لاقي روحها وموجودة في الرابطة معناها اذا كان وعلى الدنيا السلام وفات كورة هذه الرياضة اخلاقنا اللي تكون هذه هي الاخلاق اللي نحكيو عليها. حاولتوش تتصلوا بسلطة الاشراف مثلا الوزارة سي توفيق ولا حاجة هكا للتظلم ولا؟ والله احنا اتصلنا بالوزارة واتصلت به السيد الوزير وحكيت معاه وما يتبقى الا غالب الوزير اخي الوزير منجم هو منجم حد سيد منجم حد اقوى من الوزاره لان يعني وزاره ويرى الوزاره هو ميرا حد وميرا حتى شخص يرى كان روحه تو يرى روحه انكور انديبوندون وحده وميرا مع حتى حد ما ينجم يحكم مع حتى شخص راهو ما يتصورش كونه فما انسان ينجم ياخذ حتى قرار اوكي يهبط كيما يهبط قرارات نفس في العشيه يعرف اداره مسكره كل شيء مسكر اوكي هبط اداره نفس في العشيه ياخذ راحته اوكي اجتماع اوكي سي وديع حكمته اليوم قعد في بيروه اوكي خرج لنا القرار هذاك بعد تالي مش يخرج لنا ننتظروا بعد مش ينجم يخرج تو نجم يخرج حاجه اخرى ما يسالش بتحكوا واضح اكيد ظهر لي كلمة الحق تقال قرار ظالم جدا ما لازمش توصل للمنحة هذه الامور بين الجامعة وهلال الشابة اللي كان مفاجئة ما فماش كان جيت تحب منا حاجة كي جينا احنا مخالفين في القرار احنا اليوم ما هو جمعية تقول تحب منا فلوس احنا 14 جمعية يجب اقل جمعية تلقى يحب منها مليار دولار حق احنا الجمعية الوحيدة تحب منا فلوس او اللي ينقص ما يحبش من عندنا فلوس سيدي يحب من عندنا 3200 دينار قال بعثناهم له وخذها عن طريق عدم ونفس راهو معناتها ما فماش معناتها ما فماش اكسبليكاسيون ما فماش علاش ما فماش هو الادهى للتعامل معناتها بصفه خاصه كانت مع النادي الافريقي في موضوع الديون اليوم يسال برشا فلوس النادي الافريقي للجامعه حق كلمه الحق تقال اكيد البارح السي اس اس البارح السي اس اس ايضا معناها اوك عطاو الليست اخي تحبني هي انا وقت يديروه قلت وديع الله يرحمه وليه ونعمل له ستاتيو كيما هكا تو ينحي الدنيا كل مش معقول الشيء هذا راه مش معقول والله كان تحب منا حتى كان جيت تحب منا ديون
ما تنجمش تتصرف معنا بالطريقه هذه. الجامعه تخلص وتجري وتعمل لامبوسيبل برا باش تخلص الجمعيات باش تخليهم يواصلوا المشوار نتاعهم وتجي تقول انا الجمعيه هذه السنه ما تشاركش وما تلعبش. شبيه معناتها شنو اخرتها تو؟ واضح اكيد الخلاف ولا شخصي برامون ومستقصدين. لا الخلاف هو تو رجعوا شخصي ومش مشكله ما يصيرش يلعب مين غيرش ليسونسيال ما فما حتى مشكله نحن مستعدين لهذا واكثر من هذا وما يقلقش روحه ما يهمش مش مشكله ما يصيرش انا جسيا موفي باردون ودم بارد وموفي سكيتي مش مشكله ما نطمن زاد حتى الناس ما تقلقوش على هذا الشيء مهما كان التكليف دوله مش دوله بديعه جزيره احنا في الدوله التونسيه وتحت الرايه التونسيه وتحت الرب التونسي مش تحت الرايه نتاع وديع الجري وخوفي وديع الجري سامحوني كان كنت متشن شوي. وديع الجري قلت لي شكون الكلمة الأخرى؟ سي وديع وخوسي وديع خوه. شنو علاقته خوه بالموضوع؟ نعم؟ علاقته شنو هي خوه بالموضوع؟ هو علاقته أخي خوه شكون يساير فيها أنت توا الدنيا توا عندنا كونفرنس بريس نقيتها توا نشوف الوقت. واضح يعطيك الصحة. شكرا لك سي توفيق على تدخلك معنا مباشرة بعد القرار اللي خرج منذ قليل بإيقاف نشاط هلال تعليق نشاط هلال الشباب وأيضا دورة براج باش تصير بداية في الأيامات القادمة باش تكون فيها نادي حملم في الجي اس كا أولمبيك سيدي بوزيد وقرار في القفصة الفريق اللي باش يكون الأول في الدورة هذه باش يكون معوض هلال الشباب الموسم القادم موضوع أكيد للمتابعة أكيد بعد الديسيزيون هذا هكا نوصلوا لنهاية زون ميكس اليوم شكرا لمادي بن نصر في الإخراج فدوى الدريدي كذلك في الإعداد شكرا لآدم المادة اللي أمن لكم اللايف ستريمينغ على الباج نتاعنا فيسبوك أجمل تحيات.